إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرج اللي احنا طالعين دلوقتي اهو الشارع ده البرج الامام. مدخل فندق روكي وفي بواب واسانسير. ادي المدخل بسم الله ما شاء الله. مدخل كله رخام اسانسير. مدخل فندق روكي جدا. خلاص 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 هذا المدخل هو الأسانسير كله. واحنا دلوقتي على طول الأسانسير فوق الشارع. الشارع الشارع يعني برج فاخر. هنطلع بقى الأسانسير دلوقتي على الأسانسير على الشقة نصورها. داخل باب الشقة كده في عدة كهرباء اهو. هما دخلنا الريسبشن. ادي الريسبشن شقة تلات غرف وريسبشن تلات عدادات كهرباء ومية وغاز وخط تليفون أرضي. ده الريسبشن كده زي ما احنا شايفين. ادي الريسبشن الشقة تلات غرف وريسبشن. ادي الريسبشن اهو والبلكونة. في غرفة طالعة من الريسبشن هنا كده اهو غرفة صغيرة بشباك. هذه الشباك اهو هنفتحه. غرفة شاملة دولاب وسرير ومكتب يعني غرفة أطفال. دي أول غرفة. بعد الريسبشن زي ما قلنا الريسبشن كله اهو. الريسبشن قطعتين مستريح. دي البلكونة. بلكونة صغيرة. وده الريسبشن من البلكونه كده معلش حاطين ستاره برضو. ادي الريسبشن اهو. الشقه 110 متر ثلاث غرف وريسبشن وحمام ومطبخ ثلاث عدادات كهرباء وميه وغاز وخط ارضي. ادي الريسبشن زي ما قلنا. وادي غرفة اهي غرفة واحد. وادي الريسبشن اللي في وش ده المطبخ. وادي داخلين على الغرف التانية. ادي غرفة اتنين غرفة اتنين. دي تعتبر غرفة النوم ببلكونة جديدة اهي برضه. بلكونة جديدة على الشارع. بلكونة جيبة على الشارع. شباك على الشارع جيبة.
ادي قلنا بلكونة عليها، وادي غرفة تانية غرفة أطفال، شايلة سريرين وكومودينو، شباك اهوت برضو الغرفة دي، غرفة تلاتة يعني دي غرفة اتنين، وفي الغرفة اللي عشانها الصغيرة، وده الحمام. في بني كويس، شباك سخان، وادي المطبخ، واخد باب الشقة اللي خلاها، وادي المطبخ، المطبخ اهو، شقة كويسة ما شاء الله، تشتغل حلو، بس ممكن حد السقف برضه. يبقى كده احنا دخلنا اهو، وادي مدخل باب الشقة اللي احنا دخلنا منه، يعني اول ما تخش باب الشقة كده، ادي المطبخ والريسبشن كده اهو زي ما احنا شايفين اهو، الريسبشن كله اخره البلكونة، الغرف اهي ادي غرف طالعة من الريسبشن جنب البلكونة اللي احنا قلنا عليها، ده الريسبشن كده والبلكونة اهي، ادي الغرفة، الغرفة الأولانية اهي، ادي غرفة واحد طالعة من الريسبشن اللي احنا فيها اهو، وادي غرفة اتنين ببلكونة جيب على الشارع، وادي غرفة تلاتة شباك على منور، وادي الحمام زي ما احنا شفنا كده اهو، وادي الحمام في بانيو، حمام كبير مش وحش، وادي الريسبشن، وادي مدخل باب الشقة اللي احنا صورناه، خلاص الشقة تلات غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، تلات عدادات كهرباء ومية ونور وغاز وخط أرضي. شقة 100 متر، ادي باب الشقة اول ما دخلنا، شقة 100 متر، غرفتين وريسبشن، ده الريسبشن، ودي غرفة اتفتحت على الريسبشن، يعني المفروض تلاتة بس اتفتحت على الريسبشن، الشقة الدور التاني تلات عدادات كهرباء ومية وغاز، تلات عدادات خاصة بالشقة، ده الريسبشن زي ما احنا شايفين، وهي دي يعتبر البلكونة والشارع، الشقة الدور التاني، ده الريسبشن كله كده، تشطيب سوبر لوكس، تشطيب كلاسيك شوية، ودي عداد الغاز، ده الريسبشن، ودي غرفة واتفتحت على الريسبشن بدرجة، دي غرفة كده واتفتحت على الريسبشن، شباك على الشارع برضه، الشقة الدور التاني، الشقة الدور التاني، الشقة تعتبر 100 متر، شقة 100 متر، ودي الريسبشن اهو، وادي باب الشقة اللي دخلنا منه، وادي طرقة،
هي دي غرفة تانية، هي دي الغرفة التانية، دي البلكونة، دي البلكونة دي بتاع الشارع، البلكونة دي على الشارع برضه، جيب الشارع. الطرقة اللي دخلنا منها والريسبشن، ودي الغرفة التانية كلها سيراميك الشقة تشطيبها يعني سوبر لوكس، شقة السكن على طول دي. وده شباك قلبتين على منور، شباك على منور تقريبا، المنور لوحدك يعني مش حد جاي لحد في المنور، مفيش شغل يجي غيرك. الغرف يعني معقولة، مساحتها معقولة. وادي المطبخ اهو، وادي المطبخ والجهاز هو تلاتة، ودي شباك المطبخ، سيراميك للسقف، ودي الحمام، برضه المانوال الحمام مفيش حد معاك. حد معاك الحمام في الشباك، يبقى احنا كده في اخر الشقة خالص. الحمام حمام، وادي المطبخ، طرقة اهي كده بتطلع على الريسبشن، وادي غرفة اهي واحد، دي غرفة النوم اللي جوه بشباك على منور، ودي المطبخ تاني، ودي الحمام اهو، ودي غرفة اتنين، يبقى كده عندنا ادي حمام مطبخ غرفة واحد وغرفة اتنين، طرقة ده الريسبشن كله، وفي غرفة اتفتحت علينا الشقة 100 متر، يعتبر ثلاث غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. سعرها 270,000 الدور التاني، ثلاث عدادات، السيوف في الفلكي. زي ما قلنا ادي اهو الريسبشن اهو كله، وادي الغرفة دي اللي اتفتحت على الريسبشن، ده باب الشقة، هو الريسبشن اهو كله ده، ودي الغرفة اللي اتفتحت على الريسبشن. ودي الطرقة اللي بتدخل على الغرفتين والحمام والمطبخ، معزولين لوحديهم. مدخل البرج، وهنا الشقة، هنا طلعنا البرج والشارع، هذا المدخل. مدخل الشقة، مدخل العمارة، وادي الأسانسير، وغرفة البواب،
الشقة في الدور الخامس. هنطلع دلوقتي نصورها. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 90 متر، غرفتين كبار وريسبشن، باب حديد على باب الشقة، وعداد الكهرباء عداد قديم، عداد كهرباء خاص بالشقة. الشقة 3 عدادات كهرباء ومية وغاز. اليوم دخلنا الريسبشن، الريسبشن كله ومطبخ امريكان. ده الريسبشن زي ما احنا شايفين، ودي غرفة كبيرة وفي غرفة تانية. ده الريسبشن اهو، الشارع، الشقة دي الخامس. ده الريسبشن اهو زي ما احنا شايفين، الشقة 90 متر، غرفتي الكبار والريسبشن. ادي اول غرفة، ادي الشباك الغرفة عندي، دي أول غرفة اهي من برا، غرفة مربعة كبيرة. ده الريسبشن اللي احنا صورناه دلوقتي، وده مطبخ أمريكان، مطبخ فرش جنب الشقة بالظبط. لما تكون في الشقة الريسبشن، وادي الحمام، وادي الغرفة التانية، الشارع برضو، يعني الغرفتين والريسبشن على الشارع، الشقة كلها على الشارع. الشقة كلها على الشارع، الغرفتين والريسبشن على الشارع. وادي الشباك على الشارع، الشارع برضو. يبقى الشقة دي غرفتين وريسبشن، الغرفتين والريسبشن على الشارع. الدور الخامس، شقة الدور الخامس 90 متر، غرفتين كبار وريسبشن كبير وحمام ومطبخ، وفيها 3 عدادات وأسانسير ومدخل فندقي. ادي اول غرفة اهي تاني، تصوير تاني اهو. ادي اول غرفة، وادي الحمام، وادي المطبخ، وادي باب الشقة اللي دخلنا منه اهو،
وادي الريسبشن. الريسبشن كله من عند، وانا واقف عند باب الشقه، باب الشقه اهو. وادي ايه؟ وادي الاسانسير اللي انا فيه اهو. اسانسير. وادي مدخل باب الشقه. وادي عداد الكهرباء كمان اهو. في عداد غاز اهو. وفي عداد ميه تحت. يعني ده الريسبشن كله، ده الريسبشن كله. المطبخ اول ما تخش امريكا، مطبخ كبير مش صغير. عايز تقفله اقفله، بس شكله اشيك كده طبعا، شكله اشيك. وده الغرفة الريسبشن اهو على الشارع. الريسبشن ده على الشارع، الشباك بتاعه على الشارع اهو. الشارع. والغرفة دي برضو على الشارع، والغرفة دي برضو على الشارع، شباك على الشارع. الغرفة التانية على الشارع برضه، يبقى غرفتين على الشارع والريسبشن على الشارع. كده كل الشقة. وده غرفة تانية على الشارع. عن الشقة غرفتين والريسبشن على الشارع، حمام ومطبخ، تلات عدادات، أسانسير، مدخل فندقي. الدور الخامس. السعر 260,000. ده المدخل بتاع العمارة اهو، مدخل فندقي زي ما انتوا شايفين. مدخل كله ركام يعني، في اسانسير. مدخل فندقي، وده مدخل العمارة اللي احنا طالعينه. الأسانسير اهو، الأسانسير شغال، الأسانسير شغال. بس ما نطلع الشقة دلوقتي. في بواب. شقة 130 متر، غرفتين وريسبشن، تلات عدادات، سوبر لوكس. ادي الريسبشن كده يا جماعة. ده الريسبشن. البلكونة، المطبخ
مكاني. بلكونة، فراندا كبيرة، فراندا كبيرة جدا إن شاء الله. شقة 130 متر، غرفتين وريسبشن، 3 عدادات. ادي الريسبشن اهو، بلكونة هنا الريسبشن، 3 غرف غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، سوبر لوكس، 3 عدادات، اسانسير، بواب في العمارة، مدخل فندقي. ادي الريسبشن يا جماعه كده، ايه يعتبر قطعتين كبار مقسوم بجبسون بورد في النص زي ما انتوا شايفين، وعداد الغاز اهو موجود، 3 عدادات كهرباء وميه ونور وغاز. وادي البلكونه اهي، الفراندا، فراندا كبيره جدا. ادي الفيو برضو بتاع الشارع، الشارع كله شارع رئيسي، شارع رئيسي. العمارة مباني 90 تقريبا، بعيد عن التصالح وبعيد عن أي حاجة. هذا الريسبشن اهو، ودي غرفة تانية على الشارع. الشقة دي 130 متر، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ. ادي الشباك اهو، دي الفراندا، فراندا كبيرة جدا ما شاء الله. مطبخ امريكاني، سيراميك لحد السقف. ودي الشباك اهو، شباك المعمار، مطبخ، شباك المطبخ، معمار. إذا انت واقف في المطبخ، الريسبشن اهو، في غرفة على اليمين اهي كده، طوق اهو منفصلة، حمام، السيراميك لحد السقف برضه. الشقة مش مجروحة خالص. دي غرفة النوم، غرفة كبيرة يعني إن شاء الله. الشقة زي ما قلنا 130 متر، غرفتين وريسبشن، سوبر لوكس، 3 عدادات، كهرباء ومية وغاز، وأسانسير، ده المروة بتاع الغرفة، منور واسع كبير. ودي الدور اهيت يعني، دي غرفة واقفين فيها، دي غرفة كبيرة تعتبر غرفة نوم. ودي الحمام زي ما قلنا، وكذا تطلع مطبخ، طلقة، ريسبشن، ودي الغرفة التانية.
شقة سعرها 370,000. الشقة دي سعرها 370,000. الشقة يعتبر بعيد عن التصالح، بعيد عن أي وجع قلب. ودي الباب أهو زي ما شفنا، الباب فيه طبتين وفي بواب تحت وأسانسير وكل حاجة، وعداد الغاز أهو. ده المدخل بتاع العمارة اهو، مدخل فندقي زي ما انتوا شايفين. المدخل كله ركام يعني، في اسانسير. مدخل فندقي، وده مدخل العمارة اهو اللي احنا طالعينه اهو. الاسانسير اهو، الاسانسير شغال، الاسانسير شغال. بس احنا هنطلع الشقة دلوقتي، وفي بواب. شقة 3 غرف وريسبشن، ودي عدادات ال3 شقق، ودي الأسانسير، ودي مدخل باب الشقة. الشقة على الشارع العمومي، شارع رئيسي. ودي مدخل باب الشقة، 3 غرف وريسبشن، ريسبشن قطعتين صغيرين يعني. ادي أول ما دخلنا باب الشقة، ده ريسبشن كده، ريسبشن طولي، ريسبشن صغير يعني. وده مدخل للاوض والغرف والحمام والمطبخ. ادي الريسبشن اهو زي ما انتوا شايفين. الشقه على العموم الرئيسي، والشقه فيها 3 عدادات. الدور التاني، الشقه الدور التاني، الشقه الدور التاني. شقة الدور الثاني، 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. مباني مش جديدة، بعيد عن التصالح، فيها 3 عدادات، مية ونور وغاز. الدور الثاني، بواب، أسانسير، وفي كاميرا مراقبة تحت كمان للأمان زي ما انتوا شايفين. ده الريسبشن، وده مدخل الغرف. ادي اول غرفه مثلا يمين اهي، اول غرفه البلكونه. اشتبه كويس، سوبر لوكس. دي اول غرفه، وادي البلكونه المتام، وادي البلكونة اهي. الشقة تعتبر ناصية في العمارة، ناصية. ادي الشارع اهو، شارع عمومي، واخدة ناصية على شارع عمومي، شارع جانبي، شارع جانبي وشارع عمومي. نفس اللي شفناه هناك. الشقة الدور التاني زي ما قلنا، 110 متر، 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. الشقة على ناصية، وفي أسانسير و3 عدادات. أدي الشارع أهو يا جماعة، ده تاني الشارع أهو اللي فيه الشقة. بلكونة اهي، وادي اول غرفه اللي احنا فيها زي ما قلنا، اللي فيها البلكونه والريسبشن صورناه. هنطلع من الغرفه دي كده اهوت. الغرفه دي فيها شباك على الجنب برضه على الشارع الجانبي، غير البلكونه اللي على الشارع العمومي.
تطور كده شوية. ده الريسبشن اللي على الشمال اللي احنا صورناه من شوية، ده الريسبشن اهو، وده مدخل باب الشقة. في المدخل ده طاول، ادي غرفة رقم 2، غرفة رقم 2. معلش الشقة متكركبة شوية. شوفوا الشباك ده بيوصل على بص على ايه، الشباك ده بيبص على شارع جنوبي. دي زي مكتبة كده اهوت في الحيطان مع السقف. يعني القصص دي مش كبيرة، يعني ممكن نقوله 23 في 3 بالكتير. يعني دي شقة رقم، دي غرفة رقم 2، دي غرفة رقم 2، وغرفة رقم 1 اهي اللي على الشارع اللي فيها البلكونة، واحنا في الطرق اهو. ادي الغرفة التانية، وادي الغرفة التالتة، دي غرفة النوم. الشقة تقريبا كلها جبسون بورد. دي غرفة النوم، يعني غرفة يا دوبك شايلة أوضة النوم بس، مش شايلة شيفونيرة، سراحة ودولاب وسرير وكومودينو، وبرضه ليها شباك على الشارع، شباك برضه على الشارع الجميل. يبقى كده دي غرفة تالتة، يعني دي غرفة 2 3، والريسبشن صورناه. ده مطبخ صغير، في مطبخ صغير اهو، مطبخ صغير، المطبخ معقول بس انا شايفه صغير. يعني شباك المطبخ، باب المطبخ اهو تحت كده كله، بكس اللي فوق. وبعد كده الحمام، في بانيو في الحمام اهو، منزله في الحمام. السراويل لحد السقف، يبقى احنا كده في اخر الشقة بالظبط. ده الحمام، ودي غرفة النوم زي ما قلنا، وده المطبخ. يبقى كده تاني، ادي الحمام، ادي المطبخ، الطرقة اهي، غرفة رقم 1، ادي الغرفة اهي رقم 1، غرفة رقم 2، وادي الطرقة، غرفة رقم 3، غرفة رقم 3 بالبلكونة بتاعتها اهي في الشارع، في الشارع، الشارع الرئيسي العمومي في الفلكي. الشقة دي في الفلكي في العمومي. يبقى كده اتفرجنا على التلات غرف، وادي الطرقة اهي برضو، وادي الطرقة كلها اهي برضو بسقفها، الشقة كلها دي في برضو في السقف، فيها تلات عدادات ومية ونور وغاز. وده الريسبشن تاني اهو، تشطيب كويس جدا ما شاء الله. وادي الشارع اهو تاني من الريسبشن، يعني انت عندك بلكونتين، بلكونة وادي الشارع اهو تاني.
ادي الاسانسير. حارس العمارة المدخل زي ما انتم شايفين. واحنا دلوقتي هنطلع الشقة وطلبنا الاسانسير، الشقة في الدور الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 85 متر، غرفتين وريسبشن، ثلاث عدادات. الاسانسير ده مدخل باب الشقة كده. أول ما تخش غرفة يمين، غرفة على يمين على الشارع، غرفة كبيرة. الشقة الدور الرابع. خمسة وثمانين متر، وغرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، تلات عدادات وأسانسير ومدخل كويس، وفي أسانسير وبواب. ده الريسبشن، ودي البلكونة. بلكونة صغيرة. متفرع من العمومي على طول، شارع 16، الفلك السيوف. الشقة الدور الرابع. ده الريسبشن كده زي ما انتم شايفين. وده مدخل باب الشقة. ده باب الشقة، ودي غرفة، وفي غرفة تانية جوه مع الغرفة دي، وادي الحمام والمطبخ. ادي الغرفة التانية. الغرفة رقم اتنين دي غرفة كبيرة، شباك اهو. تشتبه على قده خالص، بس موقعها كويس، شقة كويسة وسعرها كويس. ده الحمام. ده المطبخ. الشقة فيها تلات عدادات خاصة بالشقة، كهرباء ومية وغاز. الشقة الدور الرابع، وفي أسانسير شغال، وفي بواب تحت حارس للعمارة. والشقة مش بعيدة، الدور الرابع، وسعرها كويس جدا. ودي الريسبشن اهو، ودي الريسبشن كله. ودي الغرفة اللي على الشارع يعني. انت عندك غرفة على الشارع وبلكونة على الشارع في الريسبشن. عندك بلكونة على الشارع في الريسبشن، والغرفة اللي هي أول ما تخش من باب الشقة، ودي باب الشقة اهو اللي دخلنا منه. الغرفة واحد في الشارع. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
شغل في الشارع برضه زي ما قلنا. ادي الحمام اهو في الوش جنب منه المطبخ، ادي المطبخ اهو تاني. وادي الحمام، وادي الغرفة التانية. الغرفة دي شباكها على المنور، يعني الشقة 85 متر، الشقة 85 متر بالظبط، الشقة 85 متر، غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، 3 عدادات كهرباء ومية وغاز خاصين بالشقة. الدور الرابع أسانسير متفرع من شارع 16 الملك السيوف الفلكي، يعني نمرة من أو نمرتين بالكتير. الشارع هو الشارع العمومي اللي عند التوك توك ده، الشارع العمومي يعني ده الشارع العمومي، الشارع الملك خطوة منه، تاني عمارة من شارع الملك بالظبط. أمام الشقة تاني خلاص، نظرة سريعة اهي. ادي باب الاسانسير اهو، ادي طلع من الشقه، ادي باب الاسانسير اهو برضه عشان الناس تبقى فاهمه. ادي الاسانسير برضه شغال. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. شقة الدور الأول، 3 غرف وريسبشن، حمام ومطبخ. أدي مدخل باب الشقة، أدي الصالة، وأدي أول غرفة على اليمين، بلكونة. الشارع، الشقة الدور الأول، الدور الأول هاي دول. ادي أول غرفة ببلكونة، دي أول غرفة ببلكونة، الشقة الدور الأول، 95 متر، 3 غرف وصالة، صالة صغيرة، وده المطبخ. ادي الغرفة التانية على الشارع برضو، الشقة 3 عدادات، عداد كهرباء وعداد مية وعداد غاز. ادي الغرفة التانية برضو، شباك أربعتين على الشارع، الغرفة كبيرة برضو مش صغيرة، كويسة يعني. ادي مدخل باب الشقة اللي كنا منه، الغرفة يمين أول واحدة، ودي الغرفة التانية، ودي الصالة صغيرة، صالة صغيرة، ودي طرقة اهي. ده المطبخ، المطبخ اهو. الشقة الدور الأول، ودي الحمام، وهذه الغرفة الثالثة، أكبر غرفة فيهم دي تقريبا. الغرفة دي 6 في 3 أو 5 في 3 حاجة كده يعني. أكبر غرفة فيهم دي غرفة النوم، تشطيبها زي ما انتوا شايفين، الشباك دوت على منور تقريبا. على منور، الشباك على منور. هذه الغرفة اهي من الزاوية، يبقى دي غرفة اهي تاني، ادي غرفة اهي، دي أكبر غرفة، وادي الحمام، السراج لحد السقف اهو، تشطيبها معقول الشقة. وده المطبخ، سيراميك لحد السقف برضه. الشقة الدور الأول، مدخل العمارة كويس، وادي الصالة اهيت، والباب اللي دخلنا منه، وادي غرفة واحد، وادي غرفة اتنين. ادي مدخل باب الشقة، ادي أول غرفة بتاعت البلكونة، وادي الصالة، وده المطبخ اللي فيه فتحة دي، وده باب الشقة اهو، ودي برضه ايه السلم اهو. الدور شقتين بس، الدور شقتين بس. يبقى دي غرفة أول ما دخلنا باب الشقة، ادي أول غرفة، ودي الصالة، ودي غرفة تانية، ودي طرقة، صور سريع شوية معلش، مطبخ، طرقة تانية، حمام، وادي الغرفة التالتة. يبقى الشقة 3 غرف، حمام ومطبخ وصالة صغيرة، 3 غرف وصالة صغيرة وحمام ومطبخ. الدور الأول، 3 عدادات، كعداد كهرباء وعداد مية وعداد غاز خاصين بالشقة، والعمارة فيها أسانسير، بس احنا الدور الأول، فالأسانسير ما بيقفش في الدور الأول، وفي بواب تحت العمارة. ودي عداد الغاز وعداد الكهرباء بره. شقة الدور الأول،
سعر الشقة دي 240 ألف. 240 ألف.